في واقعة غريبة تدور أحداثها حاليا في مركز الجوز الصحي في دبي، حيث نشأت عداوة غير مفتعلة بين غراب وموظف المركز. سعود الدربي شد الرحالة إلى الجوز ليكتشف تلك المعركة، لكن نسأل سعود أولا عن تلك الواقعة. سعود، شوق القصة بين الغراب والمعصام. نعم أخ علي، بصراحة هي قصة غريبة وطريفة في آن واحد. الكل يتساءل في المركز عن مدى ذكاء هذا الطائر وهو الغراب ومطاردته لإسماعيل بحثا عن الثار. نتوقف عند المعتقد الشعبي، فالناس يعتبرون الغراب طائر شم نظرا لصوته وشكله القبيح، فجاء وصفه في المثل الشعبي مثل غراب البين. الكثير منا إذا رأى غرابا يستعيد بالله خوفا من مصيبة قادمة لا سمح الله. نحن هنا نرصد مصيبتين وليست واحدة لإسماعيل المعصم الذي نشأت بينه وبين غرابين مشكلة من نوع مختلف. لعنة الغربان قصة حقيقية تجمع بين الطرافة والغرابة. إسماعيل المعصم إماراتي الجنسية، يعمل منذ 32 عاما في مركز الجوز الصحي بدبي. تتلخص الحكاية كما أخبرنا أنه صادف في المركز فرخ غراب ساقط من شجرة، فحمله وقطع ريشه آملا في أن يقوم برعايته في المنزل، فأخذه وحاول إطعامه لكنه رفض ولم يستجب، ثم عاده تحت الشجرة لتراه أمه وتحمله إلى عشها، ولكن فرخ الغراب مات. ومع مرور نحو عام أفرخت تلك الغربان مرة أخرى فوق الشجرة نفسها، لتبدأ معاناة المواطن إسماعيل مع فرحة المولود الجديد. فتلك الغربان تستهدفه بشكل يومي لإبعاده عن المكان خوفا من تسببه في موت الفرخ الجديد. شفت لا، صرت وقفت هناك وراي، صرت لين المطعم وراي، وقفت عند باب المطعم، هو على العمود مال الكهرباء. عقب لا ما رمى امشي ولا ماشي، خبط على راسي. على الرغم من طول فترة موت الفرخ إلا أن الغربان لم تنسى إسماعيل الذي يعيش حاليا مأساة حقيقية يعانيها يوميا، فهي تتصيده ثم تهاجمه محاولة إيذاءه. أنا سرت البيت الله يسلمك، طلعنا مني تقريب الساعة يعني أربع ونص كذي، والله طلعت من الحجرة كان أسمع صوت الغراب، قلت وابوي بعد جايني ليهني، قلت بعد وين ناسي كان يعني ليهني، بس خلاص بعد يعني هذا حبس بلا يقيد. الغريب في الأمر بأن العاملين في المركز والجمهور وحتى أنا لا نتأذى، بينما يهاجم هو بشراسة. إحنا صراحة بقول لك محتارين شو نسوي، يطلع من العيادة يبي يروح البيت يركب سيارته الغراب وراه، ينزل من السيارة الغراب وراه، على ما شفتون أنتو إذا أنا أمشي وياه ما يجي الغراب، بالعكس أنت مشيت وياه وياه يا الغراب، ليش؟ ما عارفين السر شو. نوع من الخوف والحيرة تسيطر على حياة إسماعيل، فهو لا يعرف كيف يمكن أن يتخلص من مطاردة ثأر الغربان. وإذا كان الغراب دليل قوم فما على المعصم إلا الرحيل.